من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. بسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال يوحنا الرسول: إذ كان يوم التهنئة سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سقان المصلوبين وتنزل أجسادهم لئلا تبقى على الصليب يوم السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما. فأتى الجنود وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوبين مع يسوع. أما يسوع فلما جاءوا إليه ورأوا أنه قد مات لم يكسروا ساقيه، ولكن واحدا من الجنود طعن جنبه بحربة فخرج في الحال دم وماء. والذي رأى شهد وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لكي تؤمنوا أنتم أيضا. وحدث هذا لتتم آية الكتاب: لن يكسر له عظم. وجاء في آية أخرى: سينظرون إلى الذي طعنوه. حقا والأمان لجميعكم.